انا اديله باش ما يتخرج كتبقى له داك جوج فرانك، جوج فرانك هي ماشي شي حاجه كبيره. جوج فرانك جوج فرانك كتحسب له 1000 درهم على كل سنه ديال النيابه. السقف ديالها شحال؟ السقف ديالها تحريتي خصك توصل 3000 درهم. و 8000 درهم دابا الواحد اللي 8000 درهم انا نعرف ناس كياخذوا 1000 درهم واخا ويساهم ويشتغلوا 40 عام يساهم من جيبه يساهم الكوتيز سميتو. والوزير هذا كان قال اش باقي درتي مع داك المتعوس تاع راجلك خرجت لك النفقه هذيك حزق الله روبي ديها لمو على انا سهل عليه 20000 ريال كنخسرها غير ماكياج على وجهي والله يا امي مطط نشطحو نورديو العيالات علاش قادين لا لا بنيتي هادشي ما مخرجك للطريق توكلي على الله جمعي هادوك البنات وزيدي عليهم هذا واحد 100 درهم ديال المعتي باقي انا